الخوت، اليوم في هذا الفيديو غادي نمشوا في واحد الملف مؤرق لنا جميع كمغاربه، ونتمنى نستافدوا من هذه القصه، خاصه البنات اللي كيتهافتوا على الزواج بالخليجيين، كيغريهم بالفلوس والزواج بلا ما يتاكدوا مع من دايرين ريوسهم وفين حاطين يديهم. هذه القصه جد مؤلمه، خذوا منها الدروس والعبر عفاكم باش ما تتكررش. ماشي اي واحد لابس الزيرو فوق راسو وغراكم بالفلوس والزواج ترتميو في الحضن ديالو وترميو في بريوسكم للتهلكة. عرفوا مع من كتعاملوا، وما ديروا الخيط الابيض في الكحل، وما تحطوا رجليكم في اي بلاصة حتى تيقنوا وتعرفوا مع من. هذه طالبة مغربية، وبلا ما نذكر في ساكنة ولا منين، هي طالبة وبس وجميلة، عطاها الله من حسن الخلق والأخلاق الشيء الكثير. كانت محبوبة عند الناس ومليحة، تابعة قرايتها، كتطمح تحصل على الشهادة والوظيفة وتستقر. في الأول ما كانت كتفكر لا في الزواج ولا والو، لكن ملي قربت تكمل قرايتها بدا كيبان ليها الزواج ضروري باش تكمل دينها، وحتى هي تستقر ودير دار ووليدات إلا لقات مع من واللي يليق بها وتتفهم معه. فهاد اللحظة ديال الرغبة ديالها في الاستقرار، جاها شي خطيب، وهو شي خليجي خانز فلوس كما كيقولوا. وانتم عارفين بعض البنات وحتى الاسر ديالهم وماشي كلشي، ملي كيسمعوا الفلوس والخليجيين كيطيحوا ريوقهم بلا ما يفكروا مزيان ومع من غادي يكملوا حياتهم ويديروا يديهم في يديهم. شي مقدم هو اللي دبر ليها على هاد الهمزة اللي غادي يبان مع مرور الوقت انها همزة حامضة، وغادي تعرفوا علاش قلت هاد الكلام. البنت الطالبة شابت غير الفلوس والعريس، ما ضربتش حسابها شنو يمكن يوقع. كل الامور دازت في الاول على خير، جا العريس وتعرف على العائلة، وهاد العائلة طبعا فرحات بالفلوس والعريس، سيد بوكو فلوس والزيرو فوق راسو، ما فكراتش لا هي ولا بنتها فين غادي تحط بنتها وفي دمن غادي تحطها. العريس مول الزيرو فوق الراس، ويسمحوا لي ناس الخليج لا اسخر ولا استهزئ، لكن بحال هاد السلوك اللي دار هاد السيد، سلوك منبود وكيشوهكم انتم قبل اي واحد ممكن يدي ضحية او يطيح ضحية ديالو، حيت بحال هذا ضحك على بنت الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. هاد الناس ديال هاد العائلة ديال الطالبة حتى هم مسؤولين على الشي اللي وقع ليها، وبلا ما نحك الدبرة أو نحرك المواجع وندوز ديريكت للحديث على شنو وقع بعد ما تقدم العريس الخليجي باش يخطب البنت. السيد جاب العدول، جابهم لدار العائلة ووثق الزواج ديالو، والبنت دابا أصبحت مراته بلا ما يتيقنوا من هاد العدول او يسولوا على شكون هو العريس. العائلة عطاتو البنت على سنة الله ورسوله، اعتقاد منهم انهم او ان البنت في يد امينة ساعة هيهات. كل شي عرف بلي الشابة الزوينة تزوجات خليجي وسهل عليها الله، كل شي فرح لها. فضل العروسة داروا عرس فاعل تارك، والبنت فرحانة براسها ومن حقها تفرح كما كل بنت كتحلم تدير عرس يبقى راسخ في عقول الجميع وماشي غير في عقلها هي بوحدها. المهم البنت زفت لزوجها في حفل الزفاف ولا في الأحلام، ودابا خصها تدوز شهر العسل مع العريس أو بالأحرى مع الزوج ديالها الخليجي، كرا شي دار مفروشة في شي مدينة وبلا ما نسميوها. ودليل الدخلة دخل بالبنت ودوز معها أحلى الأيام والليالي، ليالي ديالهم وايامهم كانت كلها عسل. السيدة فرحانة برجلها وعطاتو كل شي، ما عندها علاش تبخل عليه، هو ديالها وهي ديالو ياك مزوجين. دازت ايام العسل سريعة، وقرر الراجل يمشي لبلادو في انتظار استكمال الاجراءات القانونية باش تلتحق الزوجة به في بلادو. لكن اللي حدث ما عمرها توقعته لا هي ولا عائلتها ولا اي واحد سمع بالخبر. السيد يلا حط رجليه في المطار ديال بلادو، بدل النمرة ديال التليفون وقطع عليها المواد. السيد غبر وما بقاش بان ليه اي اثر، والمصيبة ان البنت حاملة منه. مسكينة جربات كل حيل باش تتصل به، كل شي اللي عطاها وهم في وهم، لا الزواج ولا الارقام ولا الوعود والاحلام اللي عايشها فيها.
السيد غبر غبرة طويلة والكرش بدات كتكبر والهضرة ديال الناس كتزاد كما الفضيحة ديالها. فضيحة كانت بجلاجل، كل شي كيهضر لأن ديك البنت زوينة زوجة خليجي ونصب عليها. خونا ما بقى بان ليه آثار، وما كانتش هذه هي الصدمة الوحيدة ديال هاد الطالبة الزوينة مسكينة. تاني صدمة تلقتها ملي مشات للقسم قضاء الأسرة في المحكمة باش تتأكد من صحة عقد النكاح ديالها وديك الخليجي اللي نصب عليها. هاد الزواج للأسف ما توثقش، والزواج مزور كما الوثائق والعدول اللي كتبوا ليها. لا أثر لا للعدول ولا للوثائق ولا والو. حتى العدول حتى هم غير نصاب استأجرهم الخليجي عطاهم الفلوس باش يكمل مسرحية النصب والاحتيال على هاد البنت مسكينة. البنت ما لقات في طريقها غير المقدم اللي عرفها على هاد الخليجي، هو اللي كان حيلة وسباب. قدمت به شكاية للمصالح الأمنية وتم الاعتقال ديالو، والبحث مازال جاري في القضية، ماشي غير هو تشد وصافي. مازال العدول مازال ما لقاوهمش كما الخليجي اللي هرب بعد ما مرغ شرف البنت في الوحل وضحك عليها. شفتوا علاش قلت لكم في الاول ما تثقوش بزاف كل واحد كيجيكم طالب راغب في الزواج، وما تغركمش الفلوس والزيرو فوق الراس. شحال من وحده ممكن مسكينه وقع ليها الشي اللي وقع لها الطالبه، والله يفرج عليها ويفتح باب الخير في وجهها. سالينا قصة الخليجي اللي نصب على الطالبة المغربية وضيعها في شرفها وفي حياتها وضحك عليها. شكرا اللي تبعتوا الفيديو حتى الاخر، وانا لكم شاكر على ذلك، كما الشكر موصول لكل المتتبعين الاوفياء على الوفاء ديالهم للقناة والشي اللي كتنشروا. اما بالنسبة للناس اللي كيكتشفوا القناة لأول مرة فمرحبا بهم، والف مرحبا في قناة مروكين كريم تيفي الجريمة المغربية، وشكرا جزيلا على اللي وضعتوا الثقة ديالكم في القناة. وما تنساوش تكملوا على خيركم، ديروا شي أبوني وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديال القناة كل ما نشرناه وفي حينه. وإلى لقاء قادم ومع قصة أخرى وفيديو آخر، دمتم أوفياء لقناة مروكين كريم تيفي، وشكرا جزيلا على التفاعل ديالكم والاهتمام وإبداء الملاحظة. ولا تبخلوا على القناة بأي ملاحظة أو توجيه أو معلومة إضافية ممكن أن تثري ما ننشره من قصص نتوخى منها الاستفادة وأخذها والاستفادة من دروس نسترجع من خلالها مآسي اجتماعية معروضة على القضاء وغيره. ونتمنى باش تكون في هذه القصص يعني دروس لكم كي لا نكرر نفس الأخطاء. والشكر موصول لكم جميعاً.